بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 145. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن وليمة العرس في أول الباب عند قوله: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في ضوابط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. نعم. أولا، أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته. ثانيا، أن يكون مسلما لا يجوز هجره كالفاسق الذي يهجر لأجل أن يرتدع، فهذا لا تجاب دعوته إذا كان في ذلك زجرا له عن معصيته. نعم. ثالثا، ألا يكون فيها منكر، إن كان فيها منكر فقد سبق في الحلقة السابقة بيان ما يجب على المدعو والتفصيل في ذلك. نعم. رابعا، أن يعينه بالدعوة، فإن دعا الجفل أي وقف في مسجد أو في مجتمع أو أرسل رسولا وقال من لقيته فادعه، فإنه لا تجب عليه الدعوة لأنه لم يعين بها. نعم. قال: فإن دعاه الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. كذلك من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة مشروعة، أن تكون الوليمة مشروعة، وهي الوليمة التي تكون في أول يوم أو في ثاني يوم، يعني إذا كررت مرتين، الأولى حق والثانية معروف، وتجب إجابة الدعوة إليها. أما الثالثة إذا كانت ثلاث مرات فالثالثة رياء وسمعة وغير مشروعة فلا يجيبها، لأن في إجابة المسرفين تشجيعا لهم على الإسراف. نعم. أو دعاه ذمي. إذا دعاه ذمي لم يجب عليه إجابة الدعوة، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، وهذا ليس بمسلم، فإن رأى المصلحة في إجابة دعوته فإنه يجيبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن صومه واجب دعا وانصرف. يجب إجابة الدعوة على الصائم والمفطر، فأما الصائم فإن كان صومه واجبا كصوم قضاء من رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر فإنه يحضر ولا يأكل، لا يجوز له إبطال الصيام الواجب، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والفقهاء يقولون: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، فيحضر ويدعو ثم ينصرف، لأنه يتحقق أنه أجاب الدعوة وبدل الأكل يدعو. ومما ورد في هذا أنه يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، ثم ينصرف.
أما إن كان صومه تطوعا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وأكل، لأن الصوم التطوع يجوز قطعه لا سيما للمصلحة في مثل هذا، إذا كان يجبر خاطر الداعي فإنه يفطر، يتأكد عليه الإفطار إذا كان يجبر خاطر الداعي، ولو لم يأكل انكسر خاطر الداعي فإنه يفطر ترجيحا للمصلحة، وإن شاء أن يدعو وينصرف فله ذلك. نعم. والمتنفل يفطر إن جبر، إن جبر خاطر صاحبه، وإن كان صاحبه لا يتأثر بعدم الأكل فإنه بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر. نعم. ولا يجب الأكل، لا يجب الأكل على المدعو حتى ولو كان مفطرا، لأنه قد لا يتلاءم معه الطعام أو لا يريد طعاما، والغرض ما هو ليس الأكل، الغرض هو إجابة الدعوة والحضور وقد حصل، فإذا أكل يحصل بذلك جبر خاطر صاحبه، وإذا لم يريد الأكل فإنه لا يجب عليه، وإنما يستحب له جبرا لخاطر صاحبه فقط. نعم. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، إباحة طعام الغير متوقفة على أحد أمرين، الأمر الأول الإذن بأكله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الأمر الثاني القرينة الدالة على رضاه وإذنه بذلك، كما إذا قدم الطعام، إذا قدم الطعام وهيأه للأكل فهذه قرينة على الإباحة، فإنهم يأكلون منه ولو لم يقل كلوا. وكذلك قالوا في طعام قريبه أو صديقه غير المحرز فله أن يأكل من طعام قريبه أو صديقه، لأن القرينة تدل على إذن صاحب هذا الطعام. نعم. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. إذا كان في الوليمة منكر كما هو واقع الآن في كثير من الولائم، فهذا إن كان المدعو يقدر على إزالة المنكر وجب عليه الحضور وإزالة المنكر، لأن هذا فيه عبادتان، العبادة الأولى إجابة الدعوة، والعبادة الثانية إزالة المنكر، فيحضر ويزيل المنكر. نعم. قال: وإلا أبى. وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه يأبى الحضور، وهذا من هجر العاصي وهجر المبتدع حتى يرتدع. نعم. وإن حضر ثم علم به أزاله. إذا لم يعلم بوجود المنكر وحضر ثم علم أن في الحفل منكرا فإنه لا يسعه السكوت، فإن كان يقدر على إزالته أزاله، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا لم يقدر على إزالته فإنه ينصرف ولا يبقى في المكان. نعم. قال: فإن دام لعجزه عنه انصرف. إن دام المنكر فإنه ينصرف ولا يبقى في المكان الذي فيه منكر وهو لا يقدر على إزالته، وهذا من الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب ليس معناه أن تبقى في مكان المنكر. نعم. وتقول: أنا منكر بقلبي. لا، معناه أن تفارق المكان وتبتعد عنه، هذا معنى إنكاره بالقلب. نعم. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إذا علم أن في الوليمة منكرا، كما لو قالوا إنهم يصورون النساء أو أو يعملون أشياء لا تظهر في الحفل وإنما هي في مكان آخر من الحفل، كما كان تكون عند النساء أو في غرفة العروسين أو ما أشبه ذلك، فإنه بالخيار، إن شاء بقي وإن شاء
انصرف لأنه لم يظهر المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا. نعم. قال وكره النثار والتقاطه. وكره النثار والتقاطه. النثار هو أن يطرح شيئا من النقود أو شيئا من الفواكه أو الحلوى على الناس، هذا مكروه لما فيه من السفاهة، ويكره التقاطه، يكره للحاضرين أن يلتقطوا لما فيه من الازدحام والمدافعة ولما فيه من نقص المروءة، فهذا الأمر يكره النثار، يعني عمل النثار، وإذا حصل ونثر يكره للحاضرين التقاطه ترفعا عن هذه الدنايا. نعم. ومن أخذه أو وقع وإذا كان يريد أن يتحف الحاضرين أو أن فإنه يوزع عليهم ما أراد، توزيع. نعم. وليس نثارا ونهبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن أخذه أو وقع في حجره فله. بماذا يملك النثار؟ يملك بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقع في حجره فهو له، لأنه قد حازه ولم يحصل مزاحمة. والأمر الثاني إذا أخذه وحصل عليه فإنه يملكه بحيازته. نعم. النثار أحسن الله إليكم يكون في ولائم العرس أو في غيرها أيضا؟ هو الظاهرة أنه في ولائم العرس، ولذلك ذكروه فيها. نعم. أحيانا في تزاحم الحجاج في الموقف يكون بعض المتصدقين يأخذ سيارة كاملة يتصدق بها ثم ينثرها على المجموعة ويحدث زحام. هذا لا أيضا هذا غير مناسب، تكون صورة من صور النثار، يعني هذا العمل غير مناسب، هو ليس لا يسمى نثارا لأنه ليس في حفل الزواج، ولكنه يكره أو لا يليق من ناحية ما يحصل من الزحام ومن المغالبات ومن الانتهاب والإهانة أيضا، والإهانة للناس، فلو أنه وزعه عليهم توزيعا منضبطا لكان أحسن. نعم. فاركم الله. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يسن إعلان النكاح ولا يجوز كتمانه، بل إن بعض العلماء يرى أنه إذا تكتم عليه وتستر أنه لا يصح وأنه يحرم، ليكون الإعلان فارقا بينه وبين الزنا. وإعلان النكاح يحصل بأمور، أولا الإشهاد عليه عند العقد، ثانيا عمل الوليمة، ثالثا الضرب عليه بالدف، ضرب عليه بالدف المعروف عند العرب، وهو الدف المغلق من جهة واحدة لا من الجهتين، يكون مغلقا من جهة واحدة بالجلد أو ما أشبهه، فتضرب عليه النساء خاصة، ولا يضرب الرجال بالدفوف، وإنما ضرب الدف للنساء خاصة فيما بينهن في إعلان النكاح. ولا بأس أن يغنين فيما بينهن بالغناء الذي ليس فيه طرب وليس فيه مجون وليس على طريقة المغنين المطربين المعاصرين، وإنما يكون غناء بالصوت المجرد، صوت النساء أو بصوت المرأة المجرد، ولا يكون معه مزامير ولا معازف، ولا يكون فيه تسجيل في أشرطة، ولا يكون فيه مكبر صوت، بل يكون بصوت عادي بين النساء خاصة، ولا يظهر الصوت بحيث يسمعه من في الشارع أو يسمعه الرجال، لأن صوت المرأة إذا كانت تغني وترخم صوتها يكون فيه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء. لما تم الزواج وأقيمت عليه وحصل الدخول وأقيمت عليه الوليمة، ذكر المصنف رحمه الله
ما يترتب على هذا في المستقبل، وهو ما يكون بين الزوجين من الوئام والمحبة، وبذل كل واحد من الزوجين للآخر ما يجب عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والعشرة هي الاجتماع، ومنه العشيرة والمعشر لاجتماعهم. فالعشرة بين الزوجين عبارة عن اجتماع الزوجين وحسن التعامل فيما بينهما، لأن هذا يؤصل المحبة في القلوب. والله جل وعلا جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فالعشرة بالمعروف تؤصل المحبة وتثبتها، بينما عدم العشرة مما يضاعف المحبة أو يزيلها من القلوب. فلذلك قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي من غير إساءة ومن غير مخالفة لما جرى به العرف في المجتمع المسلم. فالمعاشرة تكون بالمعروف، بالأمور المباحة والأمور الطيبة والعادات الحسنة والأخلاق الفاضلة، ولا تكون العشرة بمنكرات، بأن يعمل منكرات ويقول هذا من العشرة، بأن يجلب آلات اللهو وآلات العزف إلى البيت، أو ينصب الدشوش على السطح ويجعل البث داخل البيت البث الفاسد، ويقول هذا من العشرة بالمعروف، بل هذا من المنكر، وهذا مما يسبب الفراق بين الزوجين، عقوبة للزوج على هذا التنكر لهذه النعمة. ولهذا قال: بالمعروف، عاشرون بالمعروف، بالاعتدال، بالاحتشام، بالخصال الطيبة، بالأخلاق الفاضلة، لا بالمنكرات والمحرمات والآداب المستوردة من الكفار والعادات والتقاليد الفاسدة الواردة من المجتمعات الهابطة، فإن هذا ليس من المعروف، بل هذا من المنكر. وقال للزوجة إن زوجها هو جنتها ونارها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والله جل وعلا يقول ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن على الأزواج من الحقوق مثل الذي للأزواج عليهن من الحقوق، ويزيد الرجال عليهن درجة. وفسرت هذه الدرجة بأنها الطلاق، في أن الله جعله بيد الزوج خاصة. فالحاصل أنه يجب على كل من الزوج والزوجة أن يعاشر الآخر بالمعروف، حتى ولو كره الزوجة فإنه يعاشرها بالمعروف، لما يترتب على ذلك من العواقب الحميدة. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك المؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ربما يرزق منها ولدا ينفع الله به، أو كما قال رضي الله عنه. فالحاصل أن العشرة الطيبة مطلوبة بين الزوجين، ولا تنسى الضابط الذي ذكره الله، وهو قوله بالمعروف، بأن لا يخرج هذه العشرة عن حد المعروف المعتدل المفيد المتلائم مع الخلق المسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم كلا منهما نحو الآخر العشرة بالمعروف،
ولا يسيء إلى الزوج إلى زوجته، ولا تسيء الزوجة إلى زوجها لا بالكلام ولا بالفعل ولا بسائر التصرفات، بل كل منهما يفعل ويقول حسنا مع الآخر. نعم. ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. ومما يدل على العشرة بالمعروف بين الزوجين قوله تعالى: والصاحب بالجنب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. فسر الصاحب بالجنب بأنه الزوج أو الزوجة. نعم. فجعل الله له حقا من الحقوق العشرة. نعم. ويكره. ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. يحرم على الزوج المماطلة بحق الزوجة والتأخر في أداء حقها، وكذلك الزوجة يحرم عليها المطل بحق الزوج وهو التأخر عن أدائه وعدم الانقياد له، أو حتى لو أداه وهو كاره فإن هذا يحرم، حتى ولو كان كارها لأدائه فإنه يحرم عليه كراهية ذلك، لأن هذا كراهية للحق، كراهية للحق. نعم. قال: ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. إيه نعم. يحرم الأمران: أولا المطل أو الامتناع من أداء العشرة للآخر، وثانيا كراهة ذلك ولو أداه، لأن هذه كراهية للحق الذي يجب عليه، ويجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه طيبة به نفسه. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. إذا تم العقد، عقد النكاح، على الوجه الصحيح مستوفيا لأركانه وشروطه، فإنه يكون قد انعقد النكاح وصارت زوجة له. أما قبل أن يتم العقد فلا يجوز للزوج أو للخاطب أن يخلو بالمخطوبة أو أن تسافر معه كما يفعله بعض المتحللين من الأخلاق في البلاد الغربية، أو في من يقلدهم ممن ينتسبون إلى الإسلام، في أنه إذا خطبها يتوسع في الاختلاط بها والسفر والخلوة بها، ويزعمون أن هذا من التجارب بينهم، فهذا حرام، لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه، فمجرد الخطبة والقبول لا يبيح للزوج أن يخلو بمخطوبته ولا أن يسافر بها ولا أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع المتعة، لأنهم أجانب. فإذا تم العقد فقد أحل الله له هذه الأمور وصارت زوجة له، ويجب تسليمها له بشرطين: الشرط الأول أن تكون يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب تسليمها، لأنها لا أهلية فيها للاستمتاع. نعم. يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ويكون تسليمها في بيت الزوج، ولا يجوز لأهلها أن يقول تأتي إلى بيتنا أو تأتي إليها في بيتنا، لأن هذا حق للزوج أن تسلم له في بيته إذا طلبه. أما إذا لم يطلبه ورضي بأن يأتي إليها في بيتها
أو في بيت أهلها فهذا حق له. نعم. قال إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. هذا هو الشرط الثالث، إذا لم تشترط دارها أن تبقى في دارها أو أن تبقى في بلدها فإن لها ما شرطت. إذن يجب تسليمها له بثلاثة شروط أو بأربعة شروط. أولا أن يتم العقد صحيحا موافقا للكتاب والسنة. ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها، يخرج بذلك الصغيرة التي لا يوطأ مثلها أو المريضة التي لا تطيق الوطأ. الثالث أن يطلب الزوج ذلك. الرابع أن لا تكون اشترطت هي بقاءها في بيتها أو شرطت أن لا يسافر بها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الحديث يا فضيلة الشيخ في هذا الباب وليمة العرس وعشرة النساء يبين موقف الناس من دينهم وابتعادهم الشديد عن تعاليم الشريعة. لا شك أن كثيرا من الناس لا يتمشون على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام في أمور الزواج، وإنما يستوردون العوائد السيئة والتقاليد الفاسدة من غير بلادهم ويعشقون ذلك ويعتبرونه حضارة وتقدما، وأن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام يعتبرونها تأخرا وجمودا ورجعية إلى آخر ما يقولون. فهذا من إفرازات الحضارة المشؤومة الحاضرة، فإن هذا الدين الإسلامي هو دين البشرية من أول الخليقة، من أول البعثة النبوية إلى آخر الدنيا. أخلاق الإسلام هي الأخلاق الصالحة لكل زمان ومكان في الزيجات وفي غيرها، فلو أن المسلمين التزموها لحصل الخير الكثير، ولو أنهم سدوا أبواب الاستيراد للعوائد الفاسدة والأخلاق الهابطة لما حصل في المجتمع هذا الخلل العظيم وهذا التفرنج الكثير وذهاب الحياء وذهاب الحشمة من بلاد المسلمين. ما حصل هذا إلا بفتح باب الاستيراد لعوائد الكفار وأخلاق الفسقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.